لخص وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الأسباب التي دعت لوجود القوات الأمريكية في المنطقة بأنها لردع أي اعتداء إيراني وحماية مصالح الولايات المتحدة، لا من أجل شن حرب بشكل مباشر. الوزير الأمريكي أكد أن بلاده لديها أدلة قوية تكشف تورط إيران في الاعتداءات التي تعرضت لها ناقلات النفط. تحدثنا عن التحديات مع إيران، والرئيس وافق على دفع 1000 عسكري آخرين لكي نكون في الوضع المناسب لتحقيق ما نرغب به، ونستمر بالعمل لإرغام جمهورية إيران الإسلامية. نحن عازمون على ردع عملياتهم في المنطقة، هذا هو هدفنا منذ تولي هذه الإدارة، إقناع النظام الإيراني ألا يمضي في برنامجه النووي وألا يستمر في المشاركة في النشاطات الخبيثة التي اشترك فيها حول العالم، وكذلك الصواريخ البالستية. في المقابل، تهديدات المسؤولين الإيرانيين تتواصل باتجاه التصعيد وتكاد ألا تتوقف. آخر تلك التهديدات أطلقها قائد الحرس الثوري حسين سلامي، مؤكداً أن حاملات الطائرات الأمريكية ونقاط تمركز القوات الأمريكية في المنطقة جميعها في المرمى الدقيق لصواريخ بلاده البالستية. وكان رئيس الأركان محمد باقري هدد بكل وضوح أن بإمكان إيران أن تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، وأن الجيش الإيراني لا تنقصه الكفاءة. التصعيد من الجانب الإيراني قابله تهدئة من قبل الرئيس ترامب، الذي قال في تصريحاته لمجلة تايم إن تأثير الهجمات على ناقلتي النفط النرويجية واليابانية بدا ضعيفاً للغاية، لكن الرئيس ترامب كشف للمجلة أن بإمكانه أن يجري مراجعة لاستخدام الخيار العسكري ضد إيران إذا كان ذلك من أجل منعها من امتلاك سلاح نووي. طلعت موسى، العربية.